السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهارده هنعمل حاجة حلوة قوي وحاجة جميلة، حاجة كده ايه زي ما بيقولوا ايه، تنفع حلو وتنفع حادق. خلية النحل، خلية النحل اسهل منها مش هتلاقي. هندخل على طول نقول بسم الله الرحمن الرحيم. كيلو دقيق، ماشي يا قلبي. كيلو دقيق ده هحط عليه ايه يا حبايب قلبي؟ هحط عليه نص كوباية زيت، ماشي، عباد، معلقتين ثلاثة لبن بودر او كوباية زبادي، يا لبن بودر كوباية زبادي او الاتنين لو انت عندك، ماشي. حط عليه ايه، معلقة ونص كبيرة او معلقتين خميرة فورية، نص معلقة ملح، ذرة ملح يعني، ومعلقة كبيرة سكر. خلاص هنعمل كده. طبعا دي المرحلة الاولى، ماشي، عشان ايه؟ المرحلة الاولى بتاعت العجن. المرحلة التانية بنحتاج فيها حاجات تانية. خلاص كده يا حبايب قلبي، نبتدي نعمل كده، نقلبهم في بعضيهم. خلية النحل حلوة جدا، المعجنات الجميلة جدا وسهلة جدا. نقدر نعجنها كلها بلبن، نقدر نعجنها بزبادي، نقدر نعجنها بلبن بودر. بس حط نص كوباية الزيت، نص كوباية الزيت يعني في حدود ما بين 4 لـ5 معالق زيت، ماشي، مش سمنة يا جماعة، زيت ولا زبدة، زيت يا حبايب قلبي، زيت. خلاص ميه دافيه، بصوا بقى مجي ده ميه دافيه، ماشي، ميه دافيه مش ميه ساقعه. ميه دافيه دي انا مش هاخدها كلها، هنزل اول معلقه يعني نصها بس ونشوف، ونرجع ننزل نصها تاني ونشوف. طبعا لازم نعجن بايدينا، ما دام في عجين وفي دقيق يبقى لازم نعجن بايدينا. معلش هبو بتاع الدقيق طالع الكاميرا، معلش حقوا عليا، احنا مقربين قوي من الكاميرا انا والدقيق. هاخد، بصوا انا خدت النص الاولاني، هاخد النص التاني، عايزاها تلم. متحاوليش تحطي ميه تاني لما تلمي معاكي العجينه كلها. احنا لازم طبعا نخمر، هنخمر ازاي يا حنان؟ اللي عارف حنان وطريقه حنان، حنان بتخمر في الميكروويف. يعني ايه بتخمري في الميكروويف؟ ده للناس الجداد اللي مش ما عندي واللي بيتفرجوا عليا لاول مره. بشغل الميكروويف على دقيقتين وافصل، دقيقتين وافصل، ممكن احط طبق فيه ميه او بوله فيها ميه تسخن جوه الميكروويف، او كوبايه زي دي كده تسخن في الميكروويف، واروح، طبعا هي خدت مني كوبايه الميه، واروح يا حبايب قلبي تسخن، واروح عامله ايه، اروح حاطه الكوبايه دي زي ما سخنت كده، احطها في الاخر كده في الميكروويف في الاخر، ماشي، واروح مدخله الطبق ده الاستانلس، واشيل الفيشه بتاعه الميكروويف وافصل الكهرباء بتاعته واقفله. خلاص يا اما بلاش شيل كوبايه الميه خالص بعد ما تسخن، وروحي حاطه البوله اللي فيها العجين تخمر، سيبيها بقى تخمر معاكي ساعه، تبقى تحفه تحفه تحفه. اللي مجرب وشاف طرقي في العجين عارفين ان انا بخمر في الميكروويف. معلش الموبايل مش عاجبه الكلام، اتحرك، انا هفصل دلوقتي عشان اقفله وبعد كده اظبطه وبعدين هرجع لكم بعد ما عجن. انا كده هاخد ازيد من كوبايه الميه، بصوا شايفين المنظر، هاخد ازيد من كوبايه الميه. زار الموبايل مش عارف يشوف من بعيد فعايز يشوف من قريب، اظبطه كده مش عارفه في ايه. ايوه بس اهو خلاص بعد، خلاص يا حبيبي اتفرج كده يا بابا من بعيد، بلاش تدخل جوه دي. انا هاخد كده ازيد من كوبايه الميه، هجيب ميه تاني. لا هو النهارده في حاجه بالموبايل، حط تاني شويه ميه دافيين برضو. يبقى احنا كده خدنا كوبايه وربع او كوبايه. لازم العجينه تبقى نظيفه، تنضف لي الطبق وتنضف لي ايه، وتكون ملمومه، تلمي لي وتنضف لي الطبق. ما يفرقكيش ان هي كده بتلزق، لا لو بتلزق حتى عادي، اخد حبه دقيق تنشف معايا مفيش اي مشكله. كده هاخد شويه دقيق، عشان كده بقول لك ما تنزليش الميه كلها مره واحده. يبقى هي خدت كوبايه كامله للاخر، هي كانت محتاجه في الاخر معلقه ميه بس، انا زودت معلقتين، عملت ايه؟ ساحت مني شويه. هجيب حبة دقيق صغنونين خالص، هي
هنا يا قلبي حطيت شوية دقيق صغننين خالص خالص، يعتبر معلقة دقيق بس. بصوا بقى هو ده المنظر ده اللي انا عايزاه، اللي هو بصي بعمل ايه، بتنضف لي الطبق. انا عايزه عجينه لما توصل معاكي تنضف لك الطبق، يبقى هي كده عجينه مثاليه اهو كويس. هعجن فيها لمده 5 دقائق، لازم تتعجن لمده 5 دقائق. عندك عجان حطيها في العجان برده لمده 5 دقائق او 7 دقائق تتعجن. هفضل اعجن فيها كده حبه حلوين كده وارجع لكم اوريها لكم قبل ما ادخلها تخمر. هنا يا قلبي خلاص اتعجنت. بصوا شايفين الطبق هو كده، يبقى دي العجينه ناجحه خلاص. 5 دقائق عجنتها، 5 دقائق خلاص كده. اغطيها او ما اغطاش حاجه ترجع لك، بس يستحسن تتغطى وتحط في الميكرويف. بلاش ما عندكيش ميكرويف، سخني الفرن 5 دقائق كده واطفي عليه ودخليه على الفرن مدة ساعة وهنشوف هنعمل ايه، لان هي هتحتاج تخمير تاني. دي بتخمر على مرحلتين مش مرحلة واحدة. اوكي هرجع لكم بعد ما تتخمر. هنا يا حبايبي بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا قلبي شايفين الجمال، شايفين خمرت، قعدت ساعة خمرتها، ده تخمير الميكرويف. ماشي يا حبيبتي خلاص كده، طلع منها الهواء، طلعي منها الهواء ما تطلعوش مش مشكلة. بصي بقى هحتاج ايه هنا، ماشي هحتاج للحشو جبنه كيري. دي يا جماعه الجبنه الكيري دي بجيب المربع، بص بجيب المكعب اللي جوه ده، المكعب اللي جوه ده كده بشيله بفتحه وبقصه على 4 يديني الشكل ده. ماشي مش بحط المكعب كله، انا بقص المكعب على 4. واحتاج اللهم صل على النبي، بصوا شايفين النوتيلا، هي مش نوتيلا 100% اللي هي النوع ده اللي هو بيتباع دلوقتي في الاسواق. بصوا طبعا يعني انا انقذت ما ينقذ ما يمكن انقاذه عشان اعرف اعمل زي ما بيقولوا خليه النحل، يعني دي كانت خلاص هتتنسف يعني. ماشي حلوه قوي وجميله جدا وطعمها زي النوتيلا، حلوه جدا جدا. دول الحشو، ماشي الاثنين دول الحشو. هحتاج بقى للوش ايه يا قلبي؟ بصوا يا حبايبي هحتاج ميه وعسل اسود. ما عندكيش عسل اسود يبقى بيض صفار بيضه وعليه فانيليا خلاص، بس انا بحب الميه بالعسل الاسود تبقى حلوه قوي وجميله جدا. هحط عليهم ايه ده بقى على الوش، حط عليهم حبه البركه وسمسم. خلاص يا عينيا خلاص يا حبايبي هنعمل ايه. هحتاج صينيه صغنونه، ماشي احط لها فيها نقطه زيت بس كده خلاص عشان خاطر ما تلزقش من تحت. انا دلوقتي بقى بسخن الفرن. ليه بتسخني الفرن يا حياه؟ عشان خاطر تتخمر في الفرن، ان مش هينفع اخمر صينيتين في الميكرويف، فهمتوني ازاي؟ انا هعمل لكم 2 بالجبنه و2 بالشوكولاته، دي للجبنه الصغنونه دي ودي اللي بالشوكولاته تيفال برضو. بصوا اكبر سنه ان الشوكولاته عندي هتتاكل اكتر طبعا احنا عارفين. خلاص يا حبايب قلبي كده بصوا هنعمل ايه، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد كده بصوا هاخد حته صغنونه كده، حته صغيره مش حته كبيره، ندور نفرد كده خلاص. بصي بصي العجينه حلوه جدا جدا، تقدري تعملي منها اي حاجه. اخد حته جبنه احطها في النص، نعمل بقجه. فاكرين البقجه؟ فاكرين البقجة يا حنين؟ انهي بقجة؟ بتاعت النواعم اللي احنا عملناها، نقفلها كويس جدا جدا البقجاية. قفلها بصوا كده وش البقجة اهو، هنروح عاملين ايه صينية اهي ووشها اهي اللي احنا مسكناها اهو، هنروح ماسكين كده حاطينه كده عليها من تحت. بصوا كده دي هتتخمر تاني خلي بالكم. خلاص نعمل واحدة جنبها تاني، سوري هروح عامله كده. ماشي عجينه تقدري تعملي منها اي حاجه حبيبتي. حط حته جبنه تاني، هي اصلا خليه النحل الاصليه بتجيب جبنه كيري فعلا، وبعد كده بتتسقي شربات. بس بصراحه احنا المصريين الحمد لله الحمد لله لغينا هذا الموضوع. بصوا انا قفلت من هنا، بصي قفلت قوي ازاي، بصي مفيش نفس عشان الجبنه ما تسيحش وتطلع بره او الشوكولاته يطلع بره او اي حشو يطلع بره، انت ممكن تحشيها اي حاجه. تروحي عاملاها كده، هنحطها فين؟ نحطها جنب اختها هنا. بصوا في فرق ايه؟ بصوا في فرق صباع، شايفين صباع 1 صباع. خلاص نعمل بقى ايه؟ واحده بالشوكولاته.
عشان انا بقى اكمل بقى الليله الحلوه دي مع بعضينا كده. اشغل ام كلثوم ونقعد بقى ايه ايه دي بالشوكولاته، وانا عامله كوبايه شاي، ونقعد بقى ننقنق مع بعضينا. بصوا مش هاخدها طبعا كلها، لا هتبقى كتيره. شوكولاته بقى قفلي بقى بما يرضي الله. ليه؟ عشان ما تسحليش. بصي اقفلي الاول زي القطايف كده، وبعد كده لمي كده واقفلي بقى البقجايه دي عشان ما تسحش وتتفتح من تحت وينزل الحشو. فهمتي ازاي؟ بس كده خلاص يا قلبي، خلاص يا قلبي. ونروح قلبينها كده، ونروح حاطينها هنا. ماشي. عايزه تعملي كله في صينيه واحده، وتعملي نص شوكولاته وتعملي نص جبنه، ماشي، بس ابقي ايه علميني. اولا اللي فيها شوكولاته احنا هنحط عليها سمسم بس على الوش، اللي فيها جبنه بنحط عليها سمسم وحبه البركه. فهمتيني ازاي؟ فانت عايزه تعملي كده يا حبيبتي اعملي، وبعد كده في الاخر يبقى عارفه بقى انهي نص روحي حاطه فيه. ده عليه سمسم لوحده، وده عليه سمسم وحبه البركه، او عليه حبه البركه لوحده وخلاص. بصي انا بحاول ما الاقيش خرم، يعني ما فيش خرم يطلع عشان الشوكولاته دي هتسيح. ممكن تحطي قطع شوكولاته، عارفين شوكولاته الخام، حطي قطع شوكولاته خام، حطي زبيب وسكر، حطي. انا مره عملتها اللهم صل على بقطع زبده. بصي برضو وان صباع، بصي بصي وان اهو، بس دي الفتحه دي عشان دي هتكبر ودي هتكبر وهيتلين هيتلزقوا مع بعض. فهمتيني ازاي؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل. قطعت الزبده، جبت زبده صفرا نيوزيلندي قطعتها زي كده، ورحت حاطه حته زبده وحطيت معاها سكر وقرفه. يا خرابي مالكوش، كانت خرافه، كانت رائعه. طبعا دي بقى جمالها بقى ان هي تتاكل وهي بارده وهي سخنه وهي كل حاجه، يعني ملهاش مقياس خالص. ادعولي بقى ربنا يسهل بقى ونخلص الحفله الحلوه دي بقى. زي ما بقول لكم راح اشغل اكمل بقى اسمع ام كلثوم عشان كنت بسمعها قبل ما اسجل لكم، واشرب كوبايه الشاي، وانا بقى عماله اعمل الدوائر الحلوه دي. خلاص حبايبي، وهعمل ايه بقى؟ لما اخلص هوريها لكم قبل ما ندخلها الفرن عشان تتخمر. بصوا يا قلبي ادي اهي، بصوا شايفين الفرن لسه ما دخلتهاش الفرن عشان تتخمر، ماشي، تتساف في الفرن كمان ساعه 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 ونص، حد الكره دي ما تكبر قوي، يعني الكره دي تبقى كبيره. انتوني ازاي؟ بص اهي بعد ما تخمر هنطلعها بقى نحط عليها العسل، نحط عليها سمسم وحبه البركه. انا هدخلهم الفرن دلوقتي عشان يتخمروا كمان ساعه ساعه ونص. بصوا حبايب قلبي انا فاضل مني عجينه، بصي اهي خلاص الصينيه خلصت، لان انا عارفه ان ده مقدار الصينيه اللي احنا بناكل فيها انا واولادي، لو زودت اكتر من كده مش هياكلوها في الصينيه، فانا هعمل لها شكل جديد. بصوا فضل الحته دي، طلع لي حبه حلوين، وفضل دول. رحت جبت قالب البريوش ده، دهنته زيت وحطيت في دول شوكولاته. ماشي، هعمل ايه بقى؟ رحت جايبه سكر وقرفه، عارفين البريد مانكي؟ ماشي، بصوا روح عاملين كده عليه، دي بقى هتطلع خرافه، دي حاجه جديده بقى من عندي، يعني هي فاهميني ازاي؟ زي ما عملت كده السجق زي ما بيقولوا، عملت منه اكلتين النهارده، دي خليتنا احنا بنعمل منها اكلتين. هفضل اخد بقى حتت صغننه كده، طبعا مش عارفه اشتغل بايد واحده، حتت صغننه كده، واحط دور واحط عليه سكر وقرفه، ودور وسكر وقرفه، ودور وسكر وقرفه. خلاص يا قلبي لحد ما تخلص وهوريها لكم، برده تدخل تخمر، لازم تدخل تخمر. خلاص يا عيني، بصي يا قلبي هما طلعوا شويه دول، بصوا خساره مش هنعمل بيهم حاجه حرام، يعني مش هيفعلوا في اي حاجه، نعملهم بشكل تاني. ماشي، رشيت عليهم اهو الباقي اهو كده. خلاص ده بقى هينزل، ممكن بقى لو قطع زبده نروح حاطينها عليه، ده بقى هيحمر السكر مع القرفه، هيبقى في منتهى الجمال. هسيبه برده يخمر مع التانيين. ماشي يا حبيبي، هوريكم بقى قبل ما نشغل الفرن عليهم. بصوا يا حبايب قلبي، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بصوا انا عايزه الحجم ده، شايفين؟ وهي لازم تبقى لازقه في بعضها كده، عامله زي خليه النحل. ماشي، وادي دي التانيه، دي المفروض تخمر شويه، المفروض ان انا اخمرها شويه، هي خمرت، بصوا هي اهي خمرت، بس المفروض شويه، يعني المفروض. ماشي، هنعمل ايه بقى حبايبي؟ هنقول كده بسم الله الرحمن الرحيم، نشيل دي الاول، ادخل دي كده، الميه مسكر اهي، الميه معسل، عايزه صفار بيضه، صفار بيضه بفانيليا مفيش مشكله. العسل الاسود هيديها طعم حلو قوي، وما تخافيش انها بتبقى مسكره، لا لا ما تخافيش خالص. نفسي كده ادهني كده يا حبيبي، دهنة خفيفه يا قلبي خالص كده عشان بس ما تهبطليش. وهنعمل ايه؟ دي بالجبنه، هنروح ماسكين حبه البركه، روح حبه البركه
شويه حبه البركه، عايزه تكتري كتري، مش عايزه ما تكتريش. شويه سمسم، سمسم وحبه البركه بتبقى جميله جدا مع بعضيهم، مع بعضيهم بيبقوا جميل. ماشي، ايه دي اهي، ايه دي شكلها، دي اللي بتجيبنا. نعمل ايه، نجيب دي ونتاخر دي، نعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. دي بقى سكتري بقى الصوص كتري، ان هي من جواها شوكولاته. ماشي، شوكولاته كده يا حبايبي. ماشي كده 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 كده، بس خلاص كده، ما تخافيش من العسل، مش عايزه صفار بيضه يا حبيبي. ده بقى سمسم، بس سمسم فقط لا غير، سمسم محمص الشوكولاته، سمسم محمص حبه البركه للجبنه. خلاص، ايه سمسم، سمسم بيبقى جميل اهي. ادي الاثنين اهم، بصوا حطهم فرن. ماشي، ودي بقى برضو بص ممكن نعملها كده، ممكن نحط شويه شويه كده يعني، بصوا حاجه كده بسيطه. صوص ليه بقى، ليه حاليا؟ عشان بس يعني يطري لي وينزل لي زي عسل جوه العجينه، يعني بين العجينه كده، عايزاها تبقى زي العسل. خلاص كده، دي بقى اللي عليها سمسم ولا حبه بركه ولا الكلام ده خالص. خلاص دول كده يا حبايبي، خلاص كده حلوين. فرن بسخنها على 200 او 190، من 190 ل 200. ماشي، يدخلوا الاثنين مع بعضيهم، هيشوف هي بتاخد حوالي من تلت ساعه لنص ساعه لخمس دقائق. بصي لحد الوش ده كله ما يحمر يا عيني. خلاص هنعرفها ازاي ان مش هيحمر، بس لا بشوكه ولا بسكينه ولا الكلام ده. خلاص يا قلبي، هندخلها الفرن نشوفها لما تطلع. ايه رايكم، ايه رايكم، شايفين الجمال؟ ما اقولكوش على الريحه، خرافه. انا بموت في ريحه الخبيز في البيت، بحبه جدا. بص اللون الاحمر ده شايفينه، اللون الذهبي ده من العسل، شايفين؟ بصوا الاثنين مع بعضيهم حلوين ازاي، شايفين؟ تهدى خالص خالص، ونحاول نسلكها من هنا كده من الجناب عشان نقلبها في طبق وتقدم في الطبق. ماشي يا قلبي، تهدى خالص، لازم تهدى، سخنه جدا، ما ينفعش دلوقتي. خلاص، دي ام شوكولاته، ودي ام جبنه كيري اللي فيها حبه البركه. خلاص نسيبهم يهدوا خالص، وهوريكم بقى الاختراع اللي انا عملته الاخير برده. ماشي يا حبايبي، نتقابل بقى لما يهدوا خالص. حضروا بقى الشاي عشان تاكلوا معايا الشاي. وها هو الاختراع اللي انا عملته، بصوا جميله ناشفه، بصي نزلت ازاي عسل من هنا. دي بقى وهي سخنه المفروض اقلبها، ماشي، تبقى راسا على عقب عشان العسل اللي تحت ده ينزل عليها. خلاص يا حبايبي، هقلبها، هسلكها الاول من هنا واقلبها واوريها لكم. دي من غير دول، دول لازم يهدوا، لكن دي لا لازم وهي سخنه عشان ما تمسكش فيها العسل من تحت وتروح لازقه. بصوا يا قلبي، بعد ما شلتها من البتاع، بصوا شايفين الجمال من تحت، شايفين، شايفين العسل. هنعمل ايه، هاخد برضو معلقه عسل زياده كده ونحط كده. طلع الاختراع ده جميل جدا، حلو قوي على فكره. ماشي، ناخد كده، مش نافع بالملعقه، ناخد كده حاجه بسيطه تغمسي فيها العسل مع السكر بقى، اللهم صل على النبي، والقرفه. ما اقولكيش ما اقولكيش، بصي ايه رايك، شوفي حاجه، بنختار نعمل حاجه، نخترع حاجه تانية تطلع تحفه. مفيش حاجه عندنا بتترمي، احنا ما عندناش حاجه بتترمي، شايفه؟ بصي تاكل ازاي بقى، بنسحب دي كده ونروح واكلينها، تشبه البريد مانكي. عارفين بريد مانكي؟ بس ده بطريقتي. ماشي. يلا دي بقى كده خلاص، هوريها لكم برده في التقديم مع التانيين، لسه مستنيهم يبردوا، لكن دي كان لازم تتشالوا، هي سخنه، لازم تتشالوا هي سخنه، ماشي، عشان العسل من تحت هيلزق. ايه رايكم، ايه رايكم، انفع ولا ما ينفعش، حلو ولا وحش؟ دي يا حبايبي اللي بالشوكولاته، طبعا بصوا انا هوريها لكم واحده واحده الاول. بص ايه رايكم يا قلبي، ايه رايكم يا حبايبي، ينفع ولا ما ينفعش، اوضحها لكم كده. بصوا حبايبي، دي اللي بالشوكولاته، دي اللي بالجبنه، ودي الاختراع اللي احنا اخترعناه يا حبايب قلبي، اللي هنقول ايه، بريد مونكي. بصوا شكلها تحفه وجميله جدا جدا، طبعا مش هقطعها دلوقتي عشان خاطر ايه، هتوسخ ايدي يعني، فانا هوريكم الباقي. ماشي، بصوا حبايبي، بسم الله الرحمن الرحيم. بصي قطع قدامك، طبعا تبقى دافيه، بصي شايفه،
شايفه حشه ازاي؟ دي اللي فيها الشوكولاته نزلت، شايفه الشوكولاته فين؟ في النص. بصي سايحه في النص، صحتها رائعه جميله جدا، حلوه قوي قوي قوي. بصي انتفاخها وارتفاعها ازاي، فاكرين كنا عاملينها ازاي؟ عجينه حلوه جدا جدا. نعمل التانيه، ناخد من التانيه. بصوا هي المفروض هي بتتاكل كده، المفروض العرب بيحطوا عليها شربات، لكن احنا طبعا مصريين ما بنحطش عليها شربات يعني. بصي ايه رايكم؟ بصي شايفه الانتفاخ، بصي شايفه هشه ازاي، طريه ازاي. بصي ادي الجبنه، حته الجبنه جوه، حتى الجبنه كمان ما ساعدش. بصوا حطي احشي فيها اي زي اي جبنه انت عايزاها، موتزاريلا تدي، جبنه زي ما اقولوا. ناخد الحلوه دي بقى. بصي الحلوه دي، بصي الحلوه دي تاكل كده، بصي تاكل كده، هي كده شوفي ايدي توسخ، هي كده الحلوه دي بتاكل كده، بالشوكولاته جواها شوكولاته ومتغرقه عسل، هي بتتاكل كده. خلاص الف هنا وشفا للي ياكلها واللي يجربها يا حبايب قلبي ويعملها. زي ما قلت لكم حلوه قوي، حشوات مختلفه، اعملي حشوات زي ما انت عايزه. زي ما بيقولوا ايه، دي الاساس اللي هي الجبنه الكيري، ودي اللي بالشوكولاته. نقدر نحشيها اي حاجه مسكره تانية، نقدر نحشيها نعملها زي البيتزا، نعملها اي حاجه، نعملها زي البريد مونكي دي، اي اللي انت عايزاه يا قلبي اعمليه. المهم ان احنا العجينه تبقى معانا، نديها راحتها تخمر الاول، شكلها تخمر تاني، لما تدي العجين راحته في الخمير هيديك نتيجه رائعه، تيجي حاجه كويسه جدا وسهله. واديكي شفتي بكيلو دقيق عملتي زي ما بيقولوا وجبتين للفطار والشاي بعد الظهر، وممكن الولاد تحط لهم كده زي ما بيقولوا زي كده ثلاث اربع وحدات من دول كده في اللانش بوكس بتاعهم. يا رب تكون طريقتي عجبتكم النهارده، وتسلموا لي ويسلم لي كومنتاتكم، وبحبكم قوي قوي. انا حنان رمضان.